السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله واهلا وسهلا بكم. انا صادق 5 ايام ما منزل فيديو، ليش؟ السبب اكو ضعاف النفوس حاولوا يسدون القناة مالتي، بس ما يعرفون اني عراقي، ما يعرفون اني من دهوك لحد البصر، وما يعرفون اني من طريبيل لي حد مني، اني عراقي ويا يا زلم، واريد فزعتكم من اهل ديرتي مثل ما فزعتولي والقناة رجعت، اريدكم تفزعولي هالمرة وتصعدون قناتي. حياكم الله واهلا وسهلا. اليوم راح نتكلم عن خبر عاجل، خبر طلع في يوم 8/5/2024 من وزير اللاجئين والهجرة الكندي. ميلر وافق على تصديق طلب مقاطعة مانيتوبا. شنو هو الوافق؟ على الفيزا الاستكشافية. هاي الفيزا الاستكشافية توقفت عام 2022، بس ميلر رجع وافق على هذا الطلب من مقاطعة مانيتوبا في 2024 يوم 8/5، وقامت تبدأ ونزلت الاستمارة مال فيزا الاستكشافية. هاي الفيزا خاصة في مقاطعة مانيتوبا، بمعنى آخر يعني الفيزا إلكترونية تقدمها على الانترنت، تكتبها وتدزها على الانترنت، ما تحتاج بيها تروح على سفارة الكندية، ما تحتاج بيها يكون عندك رصيد، ما يحتاج بيها تقدم إثباتات وأعمال، بس بيها شروط وبيها مميزات. مميزات الفيزا الاستكشافية هي شنو؟ الفيزا تنطيك مدة سنتين، يعني تدخل كندا لمدة سنتين تظل عايش فيك، وبعد هاي السنتين اوتوماتيكيا حصلت على عقد عمل، حصلت على دراسة، قدمت على طلب لجوء وكذا، اوتوماتيكيا تاخذ الإقامة الدائمية في مانيتوبا. مقاطعة مانيتوبا تتكلم اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية، يعني تتكلم اللغتين. احنا مقسمين قسم، مثلا المغرب العربي اخواننا يتكلمون اللغة الفرنسية، هذولا تروح تقدم، هذول جماعة اللغة الفرنسية تروح تقدم وما عندك اي تعقيدات بيها، يعني انا ما اريد اشرحها كلها بس بيها شروط اسمعني اياها، بس انت ما عندك اي تعقيدات باللغة، ما عندك اي تعقيدات بيها، تروح تقدم اوتوماتيكيا عليه. جماعة اللغة الانجليزية او جماعة اللي يحبون او يشوفون اللغة الانجليزية اسهل من اللغة الفرنسية، اول شيء بهاي الاستمارة ما مطلوب منك سيرة ذاتية، ما مطلوب منك شيء اسمه عقد عمل، 3 ما تدفع فلوس عمود الاستمارة، يعني انت من تقدم الاستمارة ما تدفع لهم فلوس، انت من تقدم الاستمارة ما تحتاج يكون وياك عقد عمل من كندا، والاهم منه انه كاتبين هم بالموقع، وراح انزلكم اياه في صندوق الوصف واقراه، انت قدم انت واسرتك ونحن نساعدك في المقاطعة، يعني المقاطعة او حكومة المقاطعة كاتبت لك انت قدم واحنا نساعدك، انت بس قدم واحنا نساعدك في طلبك للتقديم. المهم نجي على الشروط، خلنا نمشي بالشروط. الشروط ما بيها شروط صعبة. اولا المهنة الاستكشافية او الفيزا الاستكشافية مطلوبة، ما مطلوب منك تكون عندك مهنة معينة، يعني انا من فتحت المهنة المطلوبة او يقول لك عندنا مهن معينة او مهن مطلوبة حتى تقدم على هالفيزا، جميع المهن مطلوبة بالنسبة اللي شفتها قريتها وهسه تشوفوها انتو همينة، طبعا كل المهن مطلوبة، من حداد، من سائق، من خياط، من راعي أبقار، من حاصد فواكه، من مربي دواجن، هاي كلها موجودة ومطلوبة في هاي الفيزا. مثلا أنت خياط، أنت مهنتك خياط،
راح تقدم على على هاي الم على الاستمارة. الاستمارة مكتوب بيها شنو مهنتك، راح تقول له أنا مهنتي 1 2 3 4 مهن 5 مهن، بس لازم أقل مهنة أقل مشتغل بيها. مثلا أنا مشتغل خيار 6 أشهر، يعني هاي المهنة الآن مشتغل بيها تكون 6 أشهر أقل شيء، لا سنة ولا سنتين ولا 3، ولا طالب منك خبرة، يقول لك أنت لازم تشتغل بيها 6 أشهر هاي المهنة حتى تستطيع التقديم على الفيزا الاستكشافية. شغلة ثانية، لازم يكون عمرك من 21 سنة إلى حد 45 سنة حتى تستطيع التقديم على هاي الفيزا. أنت وأسرتك أو أنت أعزب أو أنت عزبة أو أنت غير متزوج أو أنت أرملة، المهم تكون عمرك أو يكون عمرك من 21 سنة لحد 45 سنة تستطيع التقديم على هاي الاستمارة. الدراسة، هم مطالبين منك شيء عظيم أو شيء صعب أو قال لك تجيب ماجستير أو دكتوراه، هذول أوتوماتيكيين يقدرون يقدرون، بس هم مش كاتبين المهن. أنت عندك مهن مطلوب منك شيء، واحد مطلوب إلزامي وواحد غير إلزامي. بمعنى آخر مثلا أنت عندك شهادة ثانوية، إذا عندك شهادة ثانوية غير مطلوب منك شهادة إذا عندك شهادة ثانية ودار شهادة ثانية وخلص وعندك شهادة، غير مطلوب منك لغة، يعني اللغة غير مطلوبة منك اللغة الإنجليزية. بس لحد يجي يقول لي أنا ما عندي شهادة ثانية، أقول له أخوي العزيز أختي العزيزة روح اشتريها، روح اشتريها من السوق وقدمها، ولا تيجي تقول لي أنا ما عندي شهادة. المهم إذا أنت عندك شهادة ثانوية ما تحتاج شهادة، بس إذا عندك إذا ما عندك شهادة ثانوية بس عندك معهد أو تدريب مهني مساوي للشهادة الثانوية، هذا مطلوب منه شهادة لغة درجتها 3 لايكس. واحد يقول لي أنا ما عندي لغة وأنا ضعيف باللغة، أخي العزيز شهادة 3 لايت هي على الانترنت تمتحن، تجيب اي واحد غدي عشي قطية بيبسي باكيت جقاية وقاعدة بصفك يعرف اللغة الانجليزي يمتحنها بذلك. افتهمت علي لما افتهمت علي؟ هاي الشهادة هي بس فقط تاخذ منك 3 من 6، شوف 3 درجات من 6 درجات، يعني تعرف تكتب اسمك، تعرف تكتب عنوانك، تعرف تشرح عن نفسك، تعرف محاورة بسيطة باللغة الإنجليزية. هاي المهمات الشغلات المهمة جدا بالفيزا الاستكشافية. بس الفيزا الاستكشافية مدة معالجتها فقط 4 أشهر، يعني أنت عندك 4 أشهر تكون واصل الكل. بس أنت شلون تفكر؟ تجيب لك فنجان قهوة أو كاسة شاي أو استكانة شاي وجيجارة وقعد عليها لمدة فقط 10 دقائق، افتح هاي الاستمارة وكملها واكتبها وخلصها وقدمها بطريقة سهلة طريقة بسيطة ما تأخذ منك ومن وقتك. بس أتمنى أني كل يقدم، وهاي الفرصة ذهبية لأن هم فتحوها من يوم 8/5/2024 لحد شهر 9/2024، يعني عندك 5 أشهر أو 4 أشهر تقدر تكمل بها أوراقك وتقدم عليها إن شاء الله. لا تنسى الاشتراك بالقناة، وفزعتكم يا أهل ديرتي ما أريدهم يسدون هالقناة لأن أني ما محتاج ولا أخذ فلوس من أحد، أنا أقدم معلومات لله لله، واتمنى كلمة واحدة رحم الله والديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.